مهنة اليوم توضح لنا طبيعة العلاقة بين الإنسان الحضرمي والطبيعة المحيطة به، وكيف عمل الحضارم على استغلال كل ما يمكن استغلاله لحياة أفضل ضمن بيئتهم. منتجات هذه المهنة تعود بك إلى ذاكرة حياة الأجداد. أهلا بكم إلى صناعة الخزف في حضرموت. المتأمل لتضاريس حضرموت جغرافيا سيجد الكثير من المميزات التي جعلت السكان هنا يفكرون باستغلالها بطريقة تفيد حياتهم اليومية. ومن هذه الأشياء ذلك الطين الجبلي، والذي يتم تشكيله بعد عدة مراحل في قوالب استخدمها الناس هنا في حضرموت في حفظ بعض مأكولاتهم ومشربهم. سنغوص اليوم في كل تفاصيلها وأسرار هذه المهنة، وسنتجه إلى واحدة من مدن حضرموت ما زال البعض من أبنائها يحافظون على صناعة الخزف هناك. في هذه الناحية من مدينة تريب نبحث عن عائلة الباني، هذه العائلة المشهورة بالخزف هنا منذ فترة طويلة. في هذه الجنبات الكثير من الأسرار سنتعرف عليها سوياً. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرباني كيف حالك؟ الحمد لله طيب. طيبين ان شاء الله. طيب. مرتاح؟ الحمد لله ان شاء الله. الله يحفظك. نحن في برنامج اسرار المهنه حاولنا قدر الامكان ان نوثق بعض المهن التاريخي في حضرموت. نحن اليوم بصدد الحديث عن مهنه الخزف. لو بدانا معك في هذه المهنه، متى بدات معك هذه المهنه؟ دي من ايام يدي ولدي كذا. من زمان؟ يعني قبل كم حوالي كذا؟ نسي معناه قبل 50 سنه. 50 سنه. 50 سنه وانت ما زلت تمتهنها. وكيف هي بطبيعة العمل هذا؟ كيف طبيعته؟ طبيعته متعب شوي يعني؟ ايه عمل شاقي متعب من عمل. عمر لو عرفتنا على ابرز الادوات الخاصة بالمهنة هذه، ايش هي ابرز الادوات؟ ابرز الادوات مي موجودة عندنا ذي قدوم ده نستعمل بول قدوم الطين فلق. طبعا هذا القدوم خاص بالطين. طين فلق الطين يعني في قصصها يعني قصص. يعني هو يكون الطين قاسي شوي. ايوه قاسي. القدوم هذا يعرف بحضرموت هنا القدوم، له استخدامات يعني مثل ما تعرفنا في حلقات ماضية، ايضا له استخدامات في الطين، في الطين وفي العمارة الطينية بشكل عام. نعم هذه جزء من والحديد ذي برضه. حديد هذه خاصة بايش؟ تمليس كذا. تمليس. برضو حديدة خاصة بالتمليس. تمليس إيش بالضبط؟ تمليس اللي داخل يعني ما تستغنون عنها. نعم كذا. إذا هذه الأداة الثانية هي حديدة تمليس. إيش عاده؟ مثل كما تبني فوقه. هذا إيش اسمه؟ يستخدم أي شيء تبني فيه. لكن هذا إيش اسمه؟ مثال. اسمه إيش هذا؟ مثال. نقول مثال. يعني كيف استخدامه؟ استخدام نعمل فوق. تحطون الطين فوقه؟ لا بنعمل اشياء في ما دخلنا. يعني قاعد الاشكال كلها. اسمها ايش هذه؟ مثال. مثال. هذه مثال، هي احد الادوات ايضا. هذه ايش نفسها؟ نفسها هذه. والماقل اللي استعملوا الماء. الماء الشغل. لكن احنا اخ عمر طيب لو بدانا معك النظره الخاصه بالطين هذا، كيف يتم معامله الطين؟ كيف يتم بدايه الطين؟ كيف يبدا؟ تتم معاملتكم هذه. كيف؟ هذا ايش هذا؟ بعضهم الحين طريقتين هي. طريقه يقول لك ذا نروح احنا الضرس كم نروبها ونشلها. ايش الترويب ذا؟ تخلف المال. ايش الترويب؟ يخلف الضرس. الترويب ايش عباره عن ايش هذا؟ عشان يخلف الضرس. تنزل المواد القاسيه. يعني المواد الفاسده ذي. الفاسده المواد. هذه يسمونه ايش؟ هذه طين يبلي. طين جبلي. نقول كما طين نقولها طين. يعني في طين جبلي يجي؟ طين في اصل اغلبها باللي بقى. يعني مش حجر. لا ما حجر. اذا زي ما يقول الاخ عمر حتى لو تلاحظوا هنا الطين يتفتته. يتفتت. يتكسر. اذا هذا هو الطين الجبلي. طيب كيف تعرفون انه طين جبلي هذا من الحجر من الحجر الطين يبلي تروح في المياه في الماء. اذا شفته خمر طلع طين. يعني احيانا يطلع حجر. بعض الاحيان يطلع. نزلوه. نزل زي ذا نزل.
إذا هذا هو الطين الجبلي. الطين الجبلي يعني يختلف عن الطين الموجود في الأرض الآن حقنا هذا؟ يختلف بيم من حيث إيش يختلف؟ من حيث القوة. قوة هذه قوة وتمسك الحرق تمسك حرارة وديك ما 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 لحركتها تفد ما ما ما, ما تقاوم. إذا الطين الجبلي هذا مهم جدا في الخزف، يقاوم النار، يقاوم النار. إذا معلومة مهمة هذه، يعني يتم اختيار المادة هذه بعناية. طيب بعد كذا كيف تسووا؟ طيب بتحطونه هنا بعدين تشتد وعقب نحطه هنا، تحطونه هنا تصفونه. صفونه هنا يعني تأخذوه من مرحلة التخمير هنا إلى مرحلة التصفية. أيوة. وبعدين عقب نخرونه يصير بالشكل ذا. نعملها مع الوشر الآن. داخل كذا إن شاء الله داخل الوشر معطين، وشر معطين. الحين عادوا مش متداخلنا. بعد ما هم متداخل يمكن. عادوا. بعد عادة قويها كذا تشدد معطين. الوشر هذا وينه؟ الوشر عندك هنا. ذا. أيوة. هذا وشر. هذا وشر. إذا هذا الوشر الخاص بال. يعني لهم معيار محدد ولا؟ معيار محدد. بالعقل يعني. بالعقل معيار. إذا هذا هو الوشر الخاص بالمناجرة مخلفات الخشب، يعني مهم جدا في الطين، لا يمكن يكون العمل بالوشرة. لا. هذا حسب ما يقول أخ عمر إنه يقوي الطينة. أيوة. وما يكون في تصدع في الطين. أيوة. الآن يكون هذا بالشكل جاهز للاستخدام الآن. لهذه المهنة العديد من القوالب التي تدخل في أدوات الطبخ والشرب وكذا أيضا حفظ الأطعمة. وفي حضرموت هنا أيضا يتم صناعة تنور الخبز من هذه المهنة. سنجرب الصناعة وإن كانت بحاجة إلى تدرب وإتقان غير عادي. طيب الآن بنبدأ في التشكيل، نبدأ في التشكيل وبنشوف كيف نتعرف على الطريقة الخاصة بالتشكيل. نأخذ نموذج معين في التشكيل ونطبقه. هذا المثال. ايوه هذا انت. ايش الجزء هذا؟ شيل لك مويه كذا. ايوه. يعني ما في معيار معين انه الطين يكون. الان ايش بنسوي؟ الان بنسوي كما تقول حق القهوه، فيان حق قهوه. كوب قهوه. كوب. كوب القهوه، تمام. كيف نسوي؟ ايوه. الآن بنسوي الكوب القهوة من الخزف خاص. يعني كل أخ عمر المجسمات هذه تروح كلها للسوق المحلي. السوق المحلي والخارجي بعض. يعني في طلب يجي من برا. يجي من برا طلب يودون لأبو ظبي يودون. في بعض يروحون أبو ظبي. تنانير خصوصاً تنانير. والمداخن ذيلا. يعني الآن بدأنا في التشكيل إن شاء الله تضبط يا عمر. هذا تمام ذا حقي يا عمر ولا؟ تشوف عاد ولا بزر كذا زر. شفتي في ضعف كذا في مكان. طبعاً هذا الشكل الآن الخاص بالخزف هنا هي عبارة عن أكواب هنا كان قديمة في حضرموت في المناسبات الدينية وغير الدينية، حتى إكرام الضيف مثلاً يتم تقديم هذه النماذج ووضع فيها القهوة أو ما يعرف هنا بالشريخ وغيره. لانه قديما كان لا يعرف الزجاج، صح؟ ما كانوا يعرفون الزجاج ولا كان بلاستيك ولا شيء، كانت هذه العاده القديمه التي تصلت عليها حضرموت، وما زال الاخ عمر فرج بانيه ما زال مواظب عليها وممتهنها في الوقت اللي انتشرت فيه ودخلت في السوق المحلي الكثير من الاشكال الجاهزه، لكن ما زال هو يعني مثل ما قال انه 50 سنه اخذها من والدك وجدك. وما زال مستمر عليها، يعني نحن نهنيه بهذه المهنه ونقل حقيقه تراث اصيل في حضرموت هنا. طيب بعدين كيف يكون الشكل النهائي هذه؟ الشكل النهائي عنقنا يكون هذا. هذا الشكل النهائي. اذا الفرق كبيره. الان كبير ذا، كيف بعدين؟ عقب يبس مع الشمس واليباس. اليباس مع الحريق. اليباس طبعا يكون تعرضه للشمس يزره. ايوه يكون زي كذا. يعني الآن هذا الشكل جاهز. بطبيعة الحال فإن المرحلة الشاقة لهذه المهنة تكمن في الحصول على ذلك الرمل من صخور الجبال وعملية نقلها إلى أسفل الوادي. لذلك فإن هذه العائلة عندما تسرد تجاربها فإنها تحدثك عن أزمان غابرة
كان الطلوع فيها إلى الجبال مشيا على الأقدام وأيضا على ضوء الفوانيس أو ما يعرف هنا بحضرموت بالتريك. من هذه المساحة الجبلية يتم استخراج الحجر الطيني الذي يستخدم في مهنة الخزف. طبعا هذه الحجارة يتم تخميرها حتى تكون جاهزة للاستخدام في المراحل المختلفة، بعد ذلك تدمج مع بقايا مخلفات الخشب فتكون صالحة للاستخدام في هذه المهنة. هذه زي ده بيض، هذه الطين منها المادك ما شوف هذه. هذه إيش؟ هذه الطينة؟ لا لازم نفلقها كمان. يعني مش حجر هذا؟ هذا مش حجر. شوف الحجر ما بيفلق. إذا هذا الطين الجبلي. إذا هذا الطين الجبلي. يعني جزء أنتوا تروحوا تجيبوه من الجبل؟ من يعني مواصفات خاصة له؟ مواصفات. إذا هذا هو الطين الجبلي اللي عمر بيكون تعامله كبير معه، يعني هنا بيكون هذا كله حجرة. إذا هذا الشكل هو الحجر، يعني ما في فرق بينه وبين الحجر في الشكل، لكن من ناحية لا تعرفون الذوق تو يذوق من الماء. طبعا يتم هذه يتم أخذ هذا القالب كامل وضعه في الماء صح؟ أيوه. يتم من كم ساعة؟ يكون ساعتين كذا. ساعتين هو يتفتت من نفسه ويذوب. يذوق. المنتجات الفخارية أو الخزفية اهتم بها الأوائل منذ القدم، وكانت دليل حضارة، ولعل التنقيبات الأثرية هنا تثبت صحة ذلك. وبالفعل ترى منتجات هذه الصناعة ما زالت موجودة في قصر سيئون، وأيضا في بيوت دوعان، وتحديدا في الطوابق السفلية، لأنها تستخدم في حفظ الحبوب والأطعمة وفي أغلب بيوت حضرموت قديماً. ما لفت انتباهي وأنا أتجول في منتجات المهنة أنهم استخدموها في صناعة الميزاب أو ما يعرف هنا في حضرموت بالمرعاض. أغلب منتجات هذه المهنة أوشكت على الانقراض، وتحديداً هذا الجزء من البيوت الميازيب أو ما يعرف هنا بحضرموت بالمراعيض. هذه المراعيض المكونة والمصنوعة من الخزف كانت باقية وشاهدة على فترات زمنية طويلة. حرصنا أن نشاهد هذه المجسمات الخاصة بالمراعيض في الوقت الذي انتشرت فيه الآلات والمواد الخاصة المصنوعة من البلاستيك ومن الحديد. من أبرز منتجات هذه المهنة الأزيار أو ما يعرف بالجحال، وهي جرار مختلفة الأحجام تستخدم لحفظ المياه وأيضا تبريدها وكذا خزن التمور. أيضا المحاميص أو ما يعرف بالمحماس، وهي تستخدم أيضا لتحميص البن والذي اشتهرت به بلاد اليمن لصناعة القهوة. أيضا فناجين القهوة، وهي تعد من الأواني الصحية وما زال استخدامها حتى يومنا هذا من قبل البعض. أيضا المباخر، وهي ذات أشكال وألوان جميلة ومختلفة أبدعت النساء في حضرموت بتزيينها وأيضا تلوينها، وتضفي رونقا بهيا عند الاستخدام. نحن الآن على مقربة من الميفة الخاص بحرق الخزف بشكل عام. سنلتقي في هذه اللحظات مع محمود باني وهو عامل خاص في هذا الميفة، لنستعرض معا سويا خطوات الخاصة بهذه المهنة وحرق الخزف. واحد من العاملين في المكان الخاص بالميفة حرق التنور، متى بدأت معك هذا العمل؟ متى بدأ معك؟ من قبل 30 سنة. 30 سنة؟ وانت تمتهن المهنة هذه؟ ايوه. مهنة حرق التنور. تنور. التنور فقط. تنور فقط.
طيب يعني لو بدأنا معك مراحل حرق التنور، كيف كيف تبدأ حرق التنور؟ يعني تجيبه من المعمل وتدخله الميفهنة. تجيبه من المعمل بعد تيبيسه. بعد تيبيسه أيوه. تمام. وتدخله في الميفهنة. الميفهنة. أيوه. كم يستغرق عملية الحرق هنا؟ الحرق يمكن ساعتين وقليل، أقل من ساعتين من الحرق يعني. الحرق. وتخرجونه. تخرج بعد كم ساعات كأول ثاني يوم. اذا مثل ما يقول الاخ محمود انه الماده هذه الخزف بعد الحرق تصير لونها احمر، يعني هذه من اثار الحراره. طيب محمود، يعني الان بعد يتم تجهيزه يروح على السوق المحلي. السوق المحلي حتى برا اليمن يعني. طيب اقبال الناس على على على, 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 على شراء هذه الخزف، كيف اقبال الناس؟ هل في حركه شرائيه كبيره؟ بالطبع مع نقدر نوفر الخارج يعني. يعني انتوا تسووا بطلب ولا كيف؟ بطلب يعني كله بحايز يعني. بحجز. مش على السوق بسرعة. لا بحايز كل اللي نسويه كله محجوز يعني. كله محجوز. ايوه. يعني الناس ما زالت متمسكة حتى برا يعني عمان حم دبي. يعني في ظل انه السوق المحلي انتشر فيه الافران الجاهزة الصناعية هذه، لكن ما زالت له ذوق خاص بالفرنة. أيوة. طبعا. يعني محمود لكل مهنة صعوبات، صح؟ ايش الصعوبات تواجهكم؟ والله صعوبات الطين عسيس، وفي بعض المحلات حقنا حسبر يبنون بيوت فوقه يعني. عسيس من ناحيه ايش عسيس؟ يعني قليل. هل اماكن يعني قلت الاماكن وجود؟ قلت والله قلت، وفي بعض الاماكن حقنا حسبر يزحمون عليها بالبيوت يعني. ما عاد حصلتوها بسهوله يعني. ما حصلناها بسهوله. طيب في الجبال ماشي في الجبال؟ لا والله مثال يبقى صعب انك تلحق شيء كمان هذه. يعني في اماكن خاصه ويمكن ينقرض العمل لا مشطين. هل كل الطين يعني هل ممكن حتى الطين هذا نمشي عليه؟ لا ما تمشي ذي، لازم طين من الجبل يعني. ليش من الجبل؟ ايش السبب يعني؟ لان حريق ما تمشي ذي، الطين العادي ذي ما تمشي مع الحريق يعني. ما تتشكل، ما تتفتفت كله على حركه عقب. يعني خاصه. خاصه لا. ايش يسمونه انتم هذا الطين؟ طين جبل. طين جبل. طين جبلي. طيب محمود تقريبا استوفينا المعلومات خاصه بالخزف، لكن نجرب هي التجربه هنا ربما تكون خطيره شوي. خطيره هي ولا كيف؟ لا ما خطيره يعني، مش متعودين عليها انا. لكن انا كمبتدئ طبعا بتكون عليك خطيره. يلا بسم الله نجرب. نجرب. اتكل على الله. بسم الله. طبعا اخ محمود بنعيش هذه اللحظه معك الان في التجربه وبنجرب مع المشاهدين الكرام، بنكون خطوه الى خطوه. طبعا هذا الطريقه قبل النهائيه، بنكون مرافقين معك الى داخل الميفا اللي حرقها. تمام ان شاء الله نبدا الحين. شل هذه لما ندخل الحمل كذا حق كذا شقيه، ما في شق واحد كذا. يلا بسم الله. لازم لها طريقه معينه عشان ما ينكسر. عشان ما ينكسر. طيب بسم الله. ذي فين نحطها؟ هالصبر من الطرف هنا. ها؟ يعني مش شرط ان تكون كلها وسط الثقب. لا كلها ندريبها كمان ده. وهل تضعون فوق؟ ايوه طبقات من فوق. لما تقفل اربع طبقات من فوق. تمام. الان يعني تقريبا الان وضعنا ايش الطريقه التاليه؟ التالي الحريق هنا. نحرق. يلا بسم الله. نضع الوشر الاول. الوشر. ايوه طبعا هذا الوشر الخاص بالمخلفات الخشب. هذا مطحون. مطحون. الحين محمود ايش بعد ذا؟ بعدين بالقدوم نفك الباب ذا، كل نخره ذي نكسرها. دي النخره طرف من فوقنا نكسرنا. على قليل ندر حبه حبه. هذا ايش فائدتها؟ فتح الفو هذه. فتح الفو. وليش تقفلونها انتم؟ تقفلونها عشان تم الحراره كم ساعات تم في قوي يعني. هذا كله خرج يا محمود؟ خرج وتبعدن عقب عادك خرج قليل. بس خلاص عادي خلاص على كذا. حطوا داخل كراتين. حطوا كراتين داخل بالكل. رحم بالطرف دخل من داخل. هذه برضو تساعد على الاشتعال او اشتعاله. والوشر هذا ايش؟ والوشر ايش فائدته؟ اشتعال برضو. ما تستخدمون مثلا الكفرات وال... لا ما نستخدم الكفرات.
طبعا مهنة خطيرة ذي يا محمد. طبعا خطيرة إذا ما واحد يكون متقن لها من البداية. فهكذا هي أول التجربة هكذا تكون يعني بداية إنه نولع النار في الميفة وثم تنتشر النار وتدخل الحرارة إلى داخل الميفة الكبير وتكون هناك التنانير موجودة وتحترق. طبعا هذه هي المرحلة. بعدين بعد المرحلة هذه إيش؟ بعد المرحلة خلاص نخرج ونكون السوق جاهز. السوق يطرحه في حق الدار يعني ويهز السوق. محمود صراحة احنا يعني استفدنا منك في التجربة هذه ونحن نقلنا برضو هنا معاناتكم. يعني انتم ما زلتم محافظين على المهنة هذه. يعني وإذا توقف عملكم توقف السوق وتوقف برضو الاستيراد يعني والتصدير برضو من يعني الآن تنتجون إلى خارج الوطن. طبعاً. مش داخل فقط. خارج وداخل يعني. حقيقة نحن سعداء بكم ونشكركم ثانيا على تقبلكم معنا وربما جينا في وقت غير مناسب يعني لكن التجربة ونقل المعاناة مهمة جدا. نتمنى نتواصل معك في وقت آخر إن شاء الله. أعطيكم العافية. مهنة عظيمة دلت على حضارة الإنسان في حضرموت فكانت لمنتجاتها رونق خاص. قبلة على جبين كل من يحافظ على هذا الإرث الإنساني. السلام عليكم.